بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتطرق اليوم بإذن الله في درسنا هذا للتعريف بالعبارة إف، وهي عبارة شرطية فتشابه معنى الدرس. إف تستخدم للشروط. نلاحظ الآن مثلا لو كتبنا إيكو أمر طبيعة، نلاحظ هنا كتبنا الكود يعني نذهب للتنفيذ، نلاحظ بالفعل أنه طبع لنا الكود خاص بنا. مثلا نلاحظ هنا لو كنا قد عرفنا متغير، نحن نريد لا يطبع لنا القيمة التالية إلا إذا كانت القيمة تساوي 10. نكتب على الشكل التالي، تكتب اف على هذا الشكل، نكتب اف ثم نفتح قوسين ثم نكتب المتغير ثم نكتب يساوي مرتين، كما نلاحظ هنا يساوي مرتين يعني تحقق، يساوي مرة واحدة يعني يساوي، أي اتركه يساوي، يساوي 3 مرات سنتعرف عليها بإذن الله لاحقا. نلاحظ هنا نعطيه مثلا يساوي 5، أي لا يساوي القيمة المبينة على، أو يساوي أي قيمة أخرى تخالف القيمة المبينة أعلاه. نذهب للتنفيذ، نلاحظ لم ينفذ لنا أي شيء لأن الشرط لم يتحقق. نلاحظ هنا نعطي القيمة 10، نذهب للتنفيذ فنلاحظ أنه بالفعل تحقق الشرط. كما يمكننا تنفيذ أكثر من شرط، مثلا نلاحظ هنا نضيف شرط آخر، نضيف عفوا طباعة كلمة أخرى، سنلاحظ أن القيمة التالية لا تطبع، سنشاهد ذلك، نلاحظ أنها طبعت، لدينا خطأ هنا. نعم نلاحظ أنه لطباعة أكثر من جملة، كما نلاحظ ذلك يجب علينا إضافة الأقواس على الشكل التالي. الأقواس التالية هي الأقواس للعبارة، لعبارة إف يجب استعمال الأقواس التالية كما نلاحظ. الآن ستطبع لنا القيم، تطبع لنا، سنلاحظ ذلك هنا، نلاحظ بالفعل تم طباعة القيمتين معا كما نلاحظ هنا. كذلك يمكننا كتابة الأقواس بعدة طرق، يمكن كتابته على هذا الشكل، كما يمكن كتابتها بهذا الشكل كما نلاحظ هنا. هناك عدة أشكال للكتابة، يمكنك كتابتها كما تريد. نذهب للتنفيذ لنلاحظ، نعم نفس النتيجة، كما يمكن كتابتها على هذا الشكل، أي يمكن كتابتها في سطر واحد. الكود الخاص بـ F كتابته كذلك على هذا الشكل في سطر، لاحظ نفس النتيجة، كما يمكننا كتابتها في سطر واحد مع الشرط الخاص بنا، نلاحظ ذلك هنا في نفس السطر بالشرط الخاص بنا، نلاحظ ذلك، نذهب لنتحقق. نعم نفس النتيجة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الدرس الخاص بالعبارة F. نلتقي بإذن الله مع باقي دروس الدورة، وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا. إلى اللقاء.